الحكومي إلى يعني هذا الأسبوع سيكون حافل بالترسيم. الأربعاء من المفترض في زيارة إلى دمشق، ما أعرف إذا الأربعاء تحدد رسميا أو سيكون هناك موعد آخر. يترأس وفد وزاري يترأسه نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. سيضم هذا الوفد وزير الخارجية ووزير الأشغال، وأيضا سيكون حاضر في اللواء عباس إبراهيم، ووفد تقني أيضا، مسؤولين تقنيين سيكونوا حاضرين في هذا الوفد. رح يطلعوا على دمشق بعد اتصال جرى بين الرئيس السوري والرئيس اللبناني بالرئيس السوري لمناقشة وضع الحدود الشمالية بعد ما وصلنا إلى نتائج جيدة أو يعني نتيجة بالملف الترسيم جنوبا. تتوقع أن تكون سهلة عملية الترسيم مع سوريا، لا سيما أنه بحسب الخرائط وبحسب يعني ما عم نشوف أنه البلوك اللي رسمته سوريا داخل إلى بلوكين لبنانيين، ويقضم مساحة كبيرة من المياه الاقتصادية اللبنانية. في إمكانية نوصل لنتيجة مع دمشق؟ هلأ يلي قدر يعمل ترسيم مع العدو الإسرائيلي وصار في اتصالات وصار في وسطة ووصلنا لنتيجة إيجابية، بعتقد منه صعب أبدا يعني أنه تنعمل مع الشقيق اللي هو سوريا يعني. فأنا بمعلوماتي بأنه الأمر حيكون سهل جدا، وبأنه القيادة السورية حتقدم كل التسهيلات لحلفاء في لبنان لي إنجاز هذا الترسيم. ومثل ما قلت لك يعني لما بتكون النوايا طيبة بهيدا الموضوع ما بيعود في إشكالات. الخرائط اللي عم تحكي عنها والقدم هيدا بيتساوى بجلسة أو جلستين يمكن وبيمشي الحال. ولكن البعض يعني يشكك، يعني كمان قرأنا صباحا بالصحف انه البعض يشكك من انه قد تكون روسيا يعني بوقت في حديث عن دور روسي قد يكون على الخط، هناك حديث انه روسيا قد لا تقبل لانه مصالحها تتضرر، لا سيما انه الشركه يلي ملزميتها دمشق البلوك رقم واحد السوري هي شركه روسيه ويعني بدأت عمليات. هلا بدك تشوفي كمان يعني بدك تفصلي ما بين الترسيم كأمر اداري وبين السياسي. يعني اليوم أكيد في بعض المواقف نابعة من توجهات سياسية معينة، يعني يمكن ما نحكى بكرة ما بينحكى على الترسيم مع العدو الإسرائيلي قد ما بيحكوا يعني اللي هن ضد سوريا وضد النظام بسوريا وينتقدوا هيدا الترسيم اللي بده يصير، أو يمكن يفختوا فيه أو يقولوا لا سوريا هيمنت على لبنان من جديد أو بأخذت أراضي من لبنان. آخر الكل نحن اليوم هذا الأمر خاضع لمفاوضات وخاضع لنقاش واسع، وطالما الفريقين رايحين بنوايا طيبة مثل ما قلت وبتعاطي أخوي، بعتقد ما حيكون في مشكلة، خصوصا أنه كل المعلومات اللي واردة من سوريا بتقول بأنه القيادة السورية حتقدم كتير التسهيلات وحتكون كتير متساهلة لإنجاز هيدا الملف. هلأ بدنا نجي نشتغل بالسياسة، يعني مثل ما شفنا بالترسيم البحري جنوبا، يعني صار في تيارات أو قوى سياسية بدها يعني تتجاوز وتتزايد على المقاومة بهذا الموضوع وتتهم وتفتري بعض الأحيان. لا هيدا أمر علمي، نشوف هالخرائط نشوف وين منوصل. يعني هناك كمان أيضا من لديه شكوك أنه نحن عندنا مزارع شبعة برا، وهذا الوضع هو قائم منذ سنوات طويلة مع سوريا، وبوقت أنه سوريا في أكثر من مرة اعترفت بلبنانية هذه المزارع، مؤخرا بدأت تصدر مواقف معاكسة تقول أنه لا هذه المزارع السورية. اليوم أنه اليوم عم اليوم هناك من يشكك أنه قد تكون يعني تصير مزارع بحرية شمالا قصة الترسيم الحدود. موضوع مزارع شبعة هو موضوع شائك وموضوع كمان بيدخل بالسياسة، يعني حتى بالسياسة في ناس في تيارات تطلع من عنا أو مسؤولين لما بدهم بيقولوا مزارع شبعة سورية ولما بيقولوا مزارع شبعة لبنانية، ونفس الحالة من سوريا نفس القصة. هلأ المزارع هي بالأساس
بالخرائط موجوده هي لبنانيه, لبنانية ووثائق لبنانية. يعني طبعًا. في هيئه ابناء العرقوب وهناك اصحاب الاراضي ومنهم النائب قاسم هاشم يعني تمامًا. من اصحاب الاراضي تمامًا. في شبعه يملكون الادله والوثائق التي تثبت لبنانيه هذا المزارع. اخر الكل هيدا الموضوع موضوع نقاش ما بين دولتين شقيقتين في بيناتهم علاقات قادرة الأمور قادر أي حدا يروح على سوريا يحكي بهذا الملف وأي حدا يجي من سوريا يحكي بهذا الملف فما بظن فيها إشكالية منه مثل اللي صار معنا يعني نحن من وسيط عما يروح بشكل مكوكي على الطرفين ومثل هذا التوقيع اللي بده يصير نحن منوقع على مقترح أمريكي وهن بيوقعوا على مقترح أمريكي ومنروح لأنه هذا مش اتفاق ولا معاهدة نحن مع السوري فينا نعمل اتفاق فينا نعمل معاهدة وفينا نعمل كل قد الأمور يلقى هذا الأمر أصوات معارضة من طبيعي الداخل. طبيعي لأنه في بعض التيارات السياسيه ما بدها هذا الامر واكيد التجاذبات السياسيه حتكون كبيره بهذا الملف وكل شيء عم يروح نحو الاستثمار السياسي والتحريض وخصوصا اذا كان عندنا موضوع الشغور الرئاسي وموضوع التوترات الدستوريه والوضع الاجتماعي نحن اليوم بحاجه لورشه عمل انقاذيه بالبلد ورشه عمل وطنية تخلي هالشعب يقدر ياخذ نفس على الأقل هيدي الحكومة خليها تكمل شغل تشوف ملف الكهرباء يلي صار على نار حامية تشوف كيف بدها تنقذ البلد من الأوبئة يلي عم تجي عليها تشوف كيف بدها تعطي مي للمناطق رح نحكي عن موضوع الكوليرا بعد قليل ولكن قبل ما خليني أختم موضوع الترسيم كمان الخميس يعني بعد سنتين بدأت المفاوضات في الناقورة تنتهي بتوقيع في الناقورة البعض ربما ليس راضي عن الصيغة النهائية للاتفاق لأنه كان يطمح بأن يحصل لبنان ربما أكثر من الخط 23 ربما الخط 29 أو أقل من الخط 29 يعني هناك آراء مختلفة في البلد ولكن بالنهاية وصلنا إلى أنه إلى هذا الاتفاق الذي سيتم توقيعه يصل هوكستين مساء الأربعاء الخميس الصبح بيطلع أبو عبدة يسلم رئيس الجمهورية الرسالة الأمريكية الموقعة رسميا من الولايات المتحدة ويتسلم من لبنان بالناقورة النسخة اللبنانية الموقعة رسميا من لبنان حتى الساعة بعد مش عارفين مين اللي رح يطلع يسلم هوكستين هذه النسخة حكى بمدير عام الطاقة كمان. لا غير صحيح هذه معلومة غير صحيحة وحتى هي طلبت سحب اسمها من التداول لأنه لم يكن المعلومة لكن حتى الساعة يعني حتى الساعة بعد ما نعرف مين اللي بده يطلع ولكن تعتبر هذا الأمر جيد يعني هلأ بهذا التوقيت بالتحديد يعني تعتبره إنجاز للرئيس ميشيل عون؟ هلا هو انجاز على هو حصل هذا الانجاز في عهد الرئيس ميشيل عون يعني لا انا برايي كان على الرئيس عون منذ البدايه ان يوقع المرسوم 6433 تعديل المرسوم نعم تعديل المرسوم حتى نقدر كنا يمكن ناخذ اكثر من هيك اما وقد حصل ما حصل فلم يكن بالامكان افضل مما كان فلا هيدا انجاز أفضل ما يدل ثروتنا بالبحر لعشرين سنة نحن بحاجة لهيدي الثروة الكل لعب دور بشكل كتير كبير رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والموقف الموحد اللبناني مع الرئيس نبيه بري كان جيد جدا الوساطات اللي قام فيها اللواء عباس إبراهيم وكمان النائب بوصعب كمان كانت كتير إيجابية وفي دور أساسي كان للمقاومة يلي بعتقد لو ما كان في مقاومة بلبنان ما كان إجا حدا حكي معنا بهيدا الملف ولو ما كان في تهديدات أساسية وملموسة للعدو الإسرائيلي ما تنازل بهيدا الملف نحن بنعرف أنه العدو الإسرائيلي عدو توسعي متغطرس بيسلب كل الحقوق ويعني بعتقد أنا الجهد المتكامل وحدة يعني؟ الموقف اللبناني المدعوم بقوة المقاومة ووقوف الشعب أيضا يعني الناس حول هذا الملف لأنه الناس كمان بدها تفتش عن ثروة
تعطيها شوية أمل.